صباح الخير، اهلا وسهلا بيكم في حلقه جديده من برنامج تفضلوا عندنا. النهارده ان شاء الله عاملين وصفات جميله جدا للفطار. عندنا النهارده شكشوكه بس مختلفه شويه على اللي احنا متعودين عليها، هي بالخضره بالبقدونس والكزبره والشبت. هتعجبكم جدا ومختلفه وفيها بصل وفيها دقيق وفيها لبن. عندنا كمان النهارده قوارب بطاطس بس بطريقه مختلفه شويه. هنستفيد بقى بالقشره بتاعه البطاطس، احنا دايما بنرميها، هنستفيد بيها وناكلها، نغسلها كويس قوي. هنعمل قوارب بطاطس بالجبنه والبيض. عندنا كمان النهارده يخني العدس، وكمان الفول اللي اتبقى امبارح هنعمل بيه وصفه رابعه ان شاء الله لو في وقت. خلاص يلا بينا نبدا بالشكشوكه. عباره عن ايه؟ بصل ابيض مفروم، وكمان خضره اللي هي بقدونس وكزبره وشبت، عندنا لبن، عندنا دي، عندنا بيض. تمام. اول حاجه هعملها ان انا هشوح البصله شويه قبل ما ما ادخلها الفرن، عشان الوصفه دي هتدخل الفرن. ماشي. امبارح الناس اتبسطت جدا بطاره الفلافل، يعني كانت حلوه قوي طاره الفلافل، وفي كذا حد بعت لي قال لي ان هو جربها كمان. هي سهله وما فيهاش حاجه، والفكره بتاعت الفول الاخضر كانت مختلفه وحلوه. هنحط بقى معلقه زيت كده، اسيبه يسخن شويه عشان احط البصل. طيب نعمل عندنا ايه؟ عندنا دقيق، ثلاث معالق كفايه، مع لبن، نلخبطهم كويس قوي. هحط معاهم ملح وفلفل اسود، بس الفلفل الاسود مش كتير لان انا لسه هرش على البيض. معلقه ملح، نقلب. هحط بقى الخضره اللي هو الشبت، بقدونس، كزبرة خضراء. الكزبرة بتعمل ريحة وطعم خطير. شايفين؟ لسه كمان البصل لما تحط عليها، بما ان في سمنه هستلف كده معلقه سمنه. هحط معلقه هنا ومعلقه في الدقيق واللبن. نقلب كويس قوي بس. هستنى بقى اشوف الزيت اخباره ايه. ابتدت تسخن اهو. نقلب لحد ما البصله تطلع ريحتها كده وتدبل شويه. اسيبها كده شويه، وتعالوا نشوف بقى قوارب البطاطس هنعمل فيها ايه. نحط كده دول كده. يلا بينا. بصوا بقى البطاطس عباره عن ايه. بطاطس غسلها كويس قوي قوي، وهقطعها دلوقتي من النص بالطول، وبعد كده اشيل القالب بتاعها. خلاص اهي ماشي. وبعد كده هجيب جبنه فته او جبنه قريش، معانا بيض، معانا بقدونس، ومعانا سمنه بلدي،
خلاص وتعالوا نشوف هنعملها ازاي. طعمه جدا الوصفه دي. اول حاجه هحط 3 بيضات واتبلهم كويس قوي بالايه، بالملح والفلفل الاسود. وقوارب البطاطس مش هتترمي طبعا، يعني فكرت اقليها اعمل كده زي البطاطس المقليه في الزيت، او تتحط في الاير فراير او في الفرن، اتبلها بالملح والفلفل وزيت الزيتون وممكن كمان بودره ثوم واحطها، او ثوم حتى مفروم، فلفل اسود، حبه ملح، نقلب. هحط بيضه كمان. البيض هيطري الخليط جدا وهتدخل الفرن بقى تبقى عامله زي الجراتان كده شويه. جبنه قريش مع بيض، نقلب كويس قوي. بفكر عايزه اقول لكم احطها في الهاند بلندر شويه عشان عايزه احط عليها برضو حبه الفلفل. شايفين بقت عامله ازاي؟ نجيب بقى الفلفل المشوي بتاع امبارح اللي انا شويته قدامكم، حطينا عليه طماطم، فلفل مشوي حامي وبارد، وتوم، ورحت حاطه معاه زيت زيتون وايه وحبه ملح، واحده خضراء واحده حمراء، رومي، شايفين واحدة رومي تانية. شيل بس البذر كده. التوم المشوي بس ايه افرمه اكتر من كده شوية. البصلة كده خلاص نقلب. هقفل عليها بس لحد ما ايه ما اخلص اللي انا بعمله ده. نشيل بقى الحاجات دي كده على جنب. هجيب البايركس هحط البصل اللي انا شوحته مع الدقيق والخضرة واقلب كويس قوي. احطه كده. ماشي، هعمل لها بقى ايه فتحات عشان هحط فيها البيض وادخله الفرن. يلا بينا.
عايزين تلخبطوها كلها وتعملوها براحتكم، بس انا حاساها كده هتبقى شبه الايه العجه شويه. الناس اللي ما بتحبش الطماطم اهو عملنا شكشوكه النهارده من غير طماطم. لا في طماطم. بس في ناس ما بتحبش الطماطم خالص. نعمل سبعه بقى، انا بحب رقم سبعه فنعملها ايه سبعه. يلا بينا. فاضل حاجه صغننه قوي، فلفل اسود، رشه ملح، وهندخل الفرن لحد ما الحاجه تستوي، بتاخد بالظبط ربع ساعه. خلاص على نار هاديه في الفرن. يعني ممكن 150 180. طيب نطلع فاصل بقى عشان نرجع نكمل. خلاص هنرجع نكمل قوارب البطاطس ونشوف بعد لما نشيل القالب بتاعها هنعمل ايه في القالب البطاطس، وعندنا كمان يخني العدس. نطلع فاصل نرجع تاني. رجعنا تاني بعد الفاصل. دلوقتي هنحشي بقى قوارب البطاطس عشان ندخلها الفرن عشان برضو تلحق تستوي. خلاص جبت ورق زبده كده هدهنه بمعلقه زيت. وانا اصلا شاويه البطاطس، ماشي؟ تشووها او تقلوها زي ما انتوا حابين. هجيب بقى الحشوة اللي هي البيض والجبنة والفلفل المشوي مع الثوم المشوي اهو، بالجبنة القريش والبيض بحشوة بطاطس خطيرة تعجبكم قوي قوي قوي. احنا عايزين بس البيض اللي جوه الجبنه يستوي، لكن البطاطس مستويه. اخر واحدة اهي. هي زي ما هي كده هتدخل الفرن. خلاص اهي. طيب نعمل بقى الوصفة التانية بتاعتنا. هنعمل يخني العدس. تعالوا نشوف يخني العدس عبارة عن ايه. عبارة عن عدس
انا حتى في ميه، حتى بصوا نبت شويه ازاي، نقعها في ميه عشان يبقى سهل في السوى. عندنا طماطم، عندنا ثوم، عندنا كزبره، عندنا كمون، عندنا بصل، عندنا صلصه. خلاص اول حاجه هعملها ان انا هحط، وعندنا سمنه بلدي هستخدمها، هحط العدس يتشوح كويس قوي الاول. لان هو اللي بياخد وقت شويه في السوا، فانا عايزه اشوحه كويس قوي. طيب البطاطس بقى عشان تشوفوا بس احنا عملناها ازاي، انا ما لقيتش بتاعها، هحاول اعملها بالمعلقه. بصوا بنقطعها بالطول كده خلاص زي ما انتوا شايفين، وهجيب القالب وبالمعلقه كده. يعني حتى لو ما عندكوش المقوره بتاعه البطاطس بالمعلقه بسهوله جدا بتطلع اهو. وطبعا القالب ده ما بيترميش. وزي ما هي كده، يا اما بقليها في الزيت يا اما بدهنها وبغطيها وبحطها في الفرن لحد ما تتسوي، وايه عشان تطلع مشويه طبعا بتبقى اخف شويه. بصوا اهي خلصت، شايفين لذيذه قوي. جيبولي القلب البطاطس اهو، هحط بقى زيت هنا. ممكن في الاير فراير. هحط على العدس حبه ميه، ولما الميه تتشرب هبتدي بقى اشتغل فيه، ابتدي اعمل اليخني بتاعي. بس هحط له الاول حبه ميه، هو كده ايه اتشوح كويس قوي. التشويحه دي بقى بتدي له طعم لذيذ جدا، وممكن نحط كمان مكعب مرقه خضار معاه. نتبله حلو قوي بالملح والفلفل، واقوم حاطه له ميه سخنه دلوقتي مغليه مش كتير عشان هو لسه هيكمل سواه مع الايه مع الطماطم والصلصه. بس عايزه اضمن يبقى مستوي وكده ولا كده، انا عايزاه حبه بحبه مش عايزاه مهري. بس كده الميه دي تتبخر تلات ارباعها مش كلها اهي، شايفين يا دوبك مغطيه العدس، يا دوبك مغطياه. ريحه الملح والفلفل مع السمنه البلدي والعدس عملوا ريحه تحفه اهو. نبص كده على الشكشوكه لسه. طب احنا ممكن نطلع فاصل، لما نرجع من الفاصل الزيت ده هيكون سخن، هتلاقوني حاطه شويه من قوالب البطاطس. خلاص نطلع فاصل نرجع تاني. رجعنا دلوقتي بعد الفاصل. بصوا بقى العدس اخباره ايه، ثواني كده هسيبه كده دقيقه او دقيقتين وابتدي احط له بقى الثوم والبصل. خلاص لان بقى خلاص ايه الميه اتبخرت، البطاطس قوالب البطاطس هيبقى ليها، ولما تطلع هتبلها كده بالملح والفلفل والكمون هتبقى لذيذه جدا. من قوالب البطاطس هنعمل شويه بطاطس محمره كده. طيب امبارح بقى شويه فول وعندي حمص طبيخ، قلت نعمل بيه وصفه حلوه. بس قبل ما اعملها متبقي هنا بيض وجبنه قريش وطماطم مشويه، فتعالوا نشوف هنعمل ايه. من دواي الاكله هسخن الطاسه، هحط السمنه البلدي خلاص، وهحط معاها فصين من الثوم المشوي اهو، بموت في الثوم المشوي ده انا، ريحته فظيعه.
بصوا بسهوله بيطلع بسهوله جدا ما فيهوش اي مشكله. واللي عندهم قولون وبيتعبوا التوم المشوي مش بيتعبهم زي التوم الني او حتى المقلي، يعني المشوي بيبقى اقل وطأة كتير على المعده. لا لسه شويه يعني الفرن يا رب كده ما يكسفنيش النهارده ونخلص. بصوا اهو خلاص خلصنا كده. ههرس بس التوم ده اكتر ما هو مهروس. هحطه في السمنه البلدي. هحط معاه طماطميه مشويه بالقشره بتاعتها لو نفع، ما نفعش خلاص نشيلها عشان ما تضايقناش. وفلفلايه ممكن واحدة كمان صغيرة كده. جبنة قريش بالطماطم والبيض مع الثوم المشوي. كل ده سيبه يتشوح كده شوية مع الملح والفلفل في الايه في السمنه. شغال. الله ريحه السمنه تجنن. فلفل اسود ملح نسيبها ثواني مع السمنه ونحط لها ايه الجبنه القريش. بصوا بقى العدس خلاص كده اهو. هجيب توم ني بقى في العدس عشان يدينا طعم حلو. نقطعه شرايح او مفروم، اللي بيحب التوم يقطعه شرايح، اللي ملوش فيه قوي يقطع واحده مفرومه وخلاص. بصلة احط بصلة كده مع معلقة من الجبنة القريش مع الطماطم والمشوي والفلفل المشوي والثوم المشوي والبصلة. بيضتين، هما بيضتين اللي انا هحتاجهم. طبعا كل واحد على حسب ما مين هياكل يعني، بس هو البيضتين كفاية على الايه المقدار اللي انا عاملاه ده. هقلب كويس واسيبها تستوي. دي بقى طعمها فظيع، هنغمسها بقى طعمها حلو قوي. انا حطيت هنا السمنه البلدي الملح والفلفل الاسود مع الطماطم المشويه والثوم والجبنه القريش، والطماطم هنا مش هتزفر خالص لانها مشويه والميه بتاعتها تعتبر
اتشربت وحطيت بصلايه مع بيضتين بس اهو. هسيبه بقى يستوي براحته، وعايزاه فلافي كده، مش عايزاه مستوي قوي، يعني يا دوبك احس ان البيض استوى خلاص هشيله من على النار. عايزه دي تتقلي كده. طيب هنحط بقى دلوقتي الطماطم مع حبه الكزبره والكمون. على فكره يخني العدس ده من الحاجات الجميله جدا جدا ولذيذ، وينفع فطار وينفع كمان غدا، يعني ينفع غدا كبروتين نباتي جنبيه حبه رز وخلاص على كده، وكفطار ممكن ايه نغمسه بالعيش البلدي جنب البيض. كمون، كزبره، بس كده. احنا بقى ممكن نطلع فاصل تكون اتسبكت عشان لما نرجع هنحط لها الصلصه. نطلع فاصل نرجع تاني، خليكم معايا. يعني تاني بعد الفاصل. بصوا بقى البيض خلص خلاص، هقدمه بقى في طبق التقديم ده. كده قبل ما نحط البيض حبة بقى من البطاطس المقلية، شكلها لذيذ قوي اصلا. شايفين الطبق شكله جميل وبسيط جدا جدا جدا، عملنا بريزنتيشن لطبق في منتهى البساطة. نكمل بس بقية البطاطس دي وارجع اعملها عشان عايزة احط شوية بطاطس تانيين. طيب العدس خلاص خلص كده، الطماطم اتسبكت، هحط له بس الصلصة قبل ما اقدمه على طول بايه بدقيقتين تلاتة. مفيش اي حاجه، بس في الاخر طعم جدا وصفه العدس دي، يعني طعم قوي مع انها بسيطه جدا. طيب هنعمل ايه بقى دلوقتي؟ الفول اللي بالحمص الطبيخ. هجيب عندنا فصين ثوم، فول، سمنه بلدي، حمص طبيخ، ماشي، وفول وخضره، ممكن احط له شويه خضره كده. هجيب الثوم الاول، افتح بس النار على الكسرولة دي واعمل الثوم كده. وهنا عايزه الحمص يبقى اكتر شويه من الفول. هجيب السمنه وبعدين هحط الثوم. بصوا طالعه مقرمشه وجميله جدا.
دي بتبردها شويه فالتانيين ما يتحرقوش يعني، عشان كده حطيت ده مع ده. بصوا طالعه لونها ذهبي وجميله. نحاول نحطها بس نصفيها خالص من المية بتاعتها وبالراحة كده ما انطرطش. زمان كنت بقوم حطاها كده فأتلسع. مية البطاطس دي انا مش حاطه فيها اي حاجه، اللي هي ولا ملح ولا فلفل، اللي هي دي شايفين طالعه عامله ازاي؟ بصوا مية البطاطس دي نعمل بيها ايه بقى؟ دي حته كده هقولها لكم، دي ندهن بيها وشنا وبعدين نمسحه بميه ساقعه. بيعمل كده بيشد الوش شده تحفه، بيشده كده شده حلوه قوي مية البطاطس دي، اوعوا ترموها. خلاص نقلب كده تقليبه حلوه قوي وهبتدي بقى ايه اقدم وصفاتي بقى النهارده. عملنا ايه النهارده؟ عملنا يخني العدس، عملنا البيضه الحلوه دي بالجبنه القريش، يلا ازوقها كمل تزويقها. نشوف البطاطس اللي في الفرن اخبارها ايه. حتى الشكشوكه الحمد لله خلصت. بصوا اتحمرت ازاي. شايفين شكلها يجنن، حلو قوي. هجيب كده طبق التقديم، احط فيه حبه كزبره خضراء او بقدونس او شبت، اي حاجه خضراء انتوا بتحبوها، وابتدي احطها كده. الله الله الله. نحط هنا بقى شبت كده. عملنا قوارب البطاطس، الجبنه القريش والبيض، مغذيه جدا، مشويه ما فيهاش اي سعرات حراريه عاليه قوي، تنفع على فكره كمان في اللانش بوكس، هتبقى لطيفه جدا. خلاص ملهاش مكان دول، شايفين؟ يلا تعالوا نحطها هنا كده. نغرف بقى اليخني بتاعنا. يخني العدس عملناه ازاي ده؟ جبت العدس نقعته في ميه لمده ساعتين ثلاثه، ولو ليله كامله مفيش مشكله، وبعد كده شوحته كويس قوي بالسمنه البلدي. لما حسيته اتشوح كويس جدا وابتدى ينشف معايا، رحت حط عليه حبه ميه مغليه مع ملح وفلفل اسود، وممكن نحط زي ما قلت مكعبات من مرقه الخضار. اول ما الميه ابتدت تتشرب حطيت عليه الثوم المفروم، الثوم الني المفروم، ولما اتشوح كويس حطيت البصله، وبعد كده اتشوحت حطيت الطماطم، اتسبكت رحت حاطه صلصه الطماطم مع كزبره وكمون، اداني الشكل الحلو قوي ده. عايزه اقول لكم طعمها لذيذ قوي 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 مع العيش. اهي خلصت. نقدم بقى الفول، نشوف هنعمل فيه ايه. اهو التوم مع السمنه، هبتدي احط الحمص، الحمص الطبيخ. وبعد كده هحط الفول مع الكزبرة الناشفة والكمون،
حبه ميه بس خلاص. ما شاء الله الفول ربنا مبارك فيه. فلفل، ملح، كزبره وكمون عشان عايده شويه للبطاطس. نقلب كويس قوي، هحط عليه حبه ميه مغليه بس من غير اي حاجه تانية. عايزه اقول لكم طعم قوي، هحط له بس في الاخر كزبره خضر. عايزه الصوص كده، عايزاه بصوص كده يبقى حلو. اهم حاجه الميه تبقى مغليه واحنا بنحط. ماشي، بس هسيبه بقى كده ايه يتسبك شويه قبل ما اغرفه. اطلع الشكشوكه من الفرن. عملنا وصفات كتيره جدا النهارده وكلها حلوه ومغذيه وبامكانيات بسيطه جدا. عملنا سفره حلوه قوي. اتفرجوا على البيضه بقى وحلاوتها. بصوا الحلاوه، شايفين حلوه ازاي؟ بس كده. نبص على الفول، حلوة جدا جدا جدا. ريحته فظيعة. دقيق مع لبن، وبعد كده حطيت ملح وفلفل، حطيت كزبرة خضراء وشبت وبقدونس، حتى بص طالعين اخضر زي ما هو. قلبناهم كويس جدا جدا. حطيت البيض العيون بالطريقه دي، حطيت عليه ملح وفلفل، بقى جاهز ان احنا نغمسه وناكله. طيب الفول اهو كمان بقى جاهز اهو. يلا بينا. حطيت تبلته بايه؟ ملح وفلفل، سمنه بلدي، ثوم، كزبره ناشفه وكمون. وهحط له دلوقتي كزبره خضراء. ده كمان خطير لما تدوقوه. مفيش. يلا خلصنا حلقه النهارده. عملنا وصفات جميله، ان شاء الله هتعجبكم وتجربوها وتتبسطوا بيها قوي. قوارب البطاطس اللي بالجبنه القريش والبيض مع الفلفل المشوي. من البواقي عملنا بيض كده عيون او سكرامبل بالطماطم، بالطماطم المشويه والفلفل المشوي والجبنه القريش والثوم المشوي مع السمنه البلدي الملح والفلفل، ووزعنا عليه حبه بطاطس مقليه. عملنا شكشوكه بالخضره والدقيق واللبن، وعملنا يخني العدس، وعملنا فول بالحمص. الطبيخ كان جميل جدا، تبلناه بالكمون والكزبرة الناشفة مع الكزبرة الخضراء والثوم والسمنة البلدي. وكده نكون خلصنا حلقة النهاردة. يا رب تكون عجبتكم، واشوفكم ان شاء الله بكرة في حلقة جديدة. باي باي.